اشتري مني يا أستاذ، اشتري مني يا خالو. المخرج وائل ناجي، الموهبة سيدرا بلال، والموهبة جودي الليمون. خلونا نرحب فيهم، صاروا معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا استوديو الدراما. كنا عم نشوف مشاهد من العرض الجميل جدا، يعني اليوم فعلا صور جميلة تحاكي الإنسانية، وخصوصا لما منقول طفل. يعني اليوم من واقع أليم عم نحاول نوصل الرسائل. صحيح. خبرني أستاذ، يعني اليوم من خلال أنت المشرف كنت على الأطفال، أنت المشرف على يعني ومخرج للمسرحية، قدي اليوم صعب أنك تتعامل مع الطفل، وخصوصا أن الطفل نحن بنعرف مثل الببغاء، كيف ما بتلقنه بغرد صار حسون. خليني بلش من هون أنه غلط. الطفل هو طاقة مخيفة ما بيعرف يكذب. نحن حاولنا نلعب يطلع على المسرح، يكون على طبيعته، نروح نضوي على الأماكن اللي هو ممكن يتميز فيها حتى نوصل لهي المعادلة اللي شفتوها. أرض من العيار التقيل يعني. نحن أنا بصراحة بحكي عن حالي إنه أنا هذا النوع من المسارح جدا بيستهويني، ما بعرف أشتغل إلا مع الطفل، بيكون صادق وشفاف
لأبعد درجة ممكن تتخيليها، بس أنتوا لا تأخذوا. صحيح أستاذ وائل، لكن قلما يعني نشاهد على مسارحنا تعامل أو مسارح كبار لكن للصغار، بمعنى أنه أنت عم تشتغل على مستوى مسرحيين كبار، نصوص ضخمة ومن العيار الثقيل مع أطفال، يعني ما مدى صعوبة أنك تشتغل على هذا المستوى؟ هلا إذا عمل كان ناجح فمعناتها في وراء جهد كبير. أكيد. هلا إحنا خلينا نبدأ أول شيء بالنص. أنا ما بعرف أكتب، أنا ما بعرف أخذ عمل عالمي وعده واشتغل فيه للأطفال، لأنه أنا بصراحة عم بحكي عن حالي وقد أكون مخطئ، ما بيشبهني وما بيشبه شارعنا الشارع السوري، ما بيشبه ألمنا وأزمتنا وفرحتنا وضحكتنا. بدي وجه تحية للعملاق الكبير الرائع دريد لحام. تحياتنا لأكيد. أنا بتخيل يعني هو اشتغل مع الأطفال بما يستحقون وراح معهم بهذا اللعب. هلأ النص كان تأليفي، الرائعين ساعدوني بالكتابة بالمسرح، كنا عاملين مثل ووركشوب. حلو. وأحيانا يساعدوني بالإخراج، يعني أنا أنهي المشهد وكذا وتعرف لهم مساحة من اللعب يلعبوا. تجي مثلا جوجي تقول لي انا برايي اذا نحن بنعمل هيك بنضيف هاي الكلمه بنوصل. واضح انك تارك لهم حتى مساحه من الثقه لانهم يعطوا رايهم. ما ما لازم يعني هلا الضوابط موجوده بالمسرح، ولكن هي لازم يكون في مساحه مفتوحه، في حريه للطفل. حلو. لحتى يكون صادق وشفاف. انا اذا رسمته رسم ككليشه بيعرف هو من هون لهون بقول هيك، من هون لهون. هي طبعا مهمه، ولكن خليه يحسها هو ويلعبها بطريقته هو. خليني اذا نرحب بجودي وسيدرا. اهلا وسهلا فيكم جودي. سيدرا كيفك؟ سيدرا من اول ما دخلت وهي مبتسمه، الابتسامه ما بتفارقها، ان شاء الله على طول ما بتفارقك الابتسامه. امين يا رب. اليوم لعبتوا شخصيات كثير حلوه فعلا، اديتوا خلينا نقول استاذ وجع موجود بكل هلا حاليا الشارع السوري. هي فعلا حالة التسول للأطفال خلينا نقول. صحيح. يعني اليوم بدل ما يكونوا بالمدارس، بدل ما يكونوا بالأماكن الصحيحة، بأماكن تواجدهم، اليوم عم نلاقيهم كمية المهارات. يعني لا تعليق على هذا الموضوع، ولكن فعلا اليوم من الرسائل خليني أشوف أنتم صبايا الجيل المستقبل. جودي خبريني، أديتي الأدوار دورك بطريقة كتير حلوة ومؤثرة. نحن أول ما أخذنا الأدوار عرفنا أنه لازم نحن نوصل فكرة من خلال هاي الأدوار للعالم، لحتى الناس تعرف أنه في عالم موجوعة، في أطفال موجوعة. فنحن لازم أنه نحن أول ما أخذنا يعني فورا عشنا الحالة. حلو. عشنا، حسينا بوجع الأطفال اللي عن جد هنون هيك. فأنه كانت كتير أدوار حلوة وعن جد يعني أديناها بشكل صحيح، وإن شاء الله تكون وصلت أكيد وصلت. يعني إحنا من خلال هذا المقطع تأثرنا. ولكن سيدرا أنت اليوم يعني مثل ما خبرنا الأستاذ، كل العالم متأثرة بالمشاهد وفايتة يعني هيك خلينا نقول بالدومين، وأنت سمايل على وشك. خبريني عن دورك بالمسرحيه. هلا دوري هو ممرضه، انه عشان هيك لابسه اليوم ابيض. هي كان لازم تكون ملاك لحمه بس ما كانت. ابدا. ابدا. يا شيخ ليه؟ لانه كانت ما ابدا ما كان جديه بشغله، وهذا ما ادى لشلل واحد بعمليه تبعها. شلل طفل بعمليه، يعني هو الاهمال بدون تعميم، الاعمال في احد الاماكن سلط الضوء على هذا الموضوع. قد يؤدي مشاكل موجوده عندنا. شو اكثر شيء اثر فيكم جودي وسيدرا لك يعني بهالمسرحيه، يعني رسائل انتم حبيتوا توصلوها وفعلا يعني ركزتوا عليها اكثر شيء، شو اكثر شيء حبيتوا تقولوا من خلال هالمسرحيه؟ هلا المسرحيه هي عباره عن اكثر من رسائل لازم نحن نؤديها. في مشهد المتسولين، فهذا نحن انه لازم نسلط الضوء على الاطفال المتسولين. في كمان انه مشهد الاخر الغربه، كمان في انه الناس اللي تغربت عن البلد وانه الاطفال اللي تركوا بيوتهم وهيك، يعني فهي كل المسرحيه كلها هي رساله كبيره ونحن يعني وصلناها. اكيد رساله انسانيه لكل الاشخاص
شو مدى أو مقدار المساعدة اللي لازم يقدموها لهدول الأطفال بالدرجة الأولى، وأيضا للمغتربين إنه يرجعوا على بلدهم، ما هيك؟ يعني خلوني أسألكم سؤال، وين أكثر فقرة بالمسرحية لقيتوا إنكم أنتم موجودين فيها حسيتوا إنه هي بتلامسكم، يعني بتعطي شيء أنتم حابين شخصيا، مثلا مثل سيدرا، شو كنتي حابة أكثر شيء أنتك تحكيه بهالمسرحية؟ هلا أنا حبيت وما قدرتي تعبري مثلا عنه. لا حبيت كل شيء لأنه كله كان إنه حلو. كله بلامس يعني شعور الأطفال، بلامس كان في متعة أيضا، أكيد كان في متعة. أستاذ اليوم يعني هيك أعمال نحن فعلا بحاجتها، وخصوصا اليوم يعني شفنا من خلال الحرب الكونية على سوريا كان التأثير الأكثر خلينا نقول والموجه إلى الأطفال اللي قدروا حاولوا بالأحرى أنهم يلعبوا على كل وسائل الإعلام من خلال الطفل والطفولة. اليوم مسارحنا بحاجة أكثر لهي المسرحيات. كيف كان القبول اليوم؟ القبول خلينا نقول على هالمسرحية، ومن هي الشرائح التي حضرت المسرحية؟ هلا مبدئيا من دار الأوبرا بدي أشكر مشروع بكرة إلنا، طبعا هو كان الداعم الرسمي بما أنه نحن جزء منه، ولكن لكل مجتهد نصيب. اللي تميز فكان بدار الأوبرا. خليني أقول هذا العرض طبعا في كوادر كبيرة من مشروع بكرة إلنا كانت متواجدة، ولكن كان في ضيوف جايين مشان العرض. حلو. يعني أنا جاي لأحضر، طبعا كان في السادة الوزراء كلياتهم تقريبا كانوا الشخصيات الرسمية بالبلد كلياتهم كانوا حضرانيين، والحقيقة غير الفنانين تفاجأوا. هلا تفاجأوا بدهم يتفاجأوا لأنه يبدو عنا نحن استسهال بالعمل مع الطفل. العمل كان يعني أكبر من يعني تصوراتهم. هلا مو الكل طبعا، مع احترامي لكل الناس اللي بتشتغل مسرح تحديدا، لأنه هون ما في لعب، هون أبدا تطلع أنت صح أو ضعيف. في ناس بتشتغل باستسهال أنا مو معهم، في ناس بتشتغل بجدية. قديش أخذ وقت معك لحتى قدرت تلقن؟ هلا أنا بالمشروع تقريبا إني سنة، بلشنا في فترات العلاقة بإعداد الممثل، ما رحنا للطريقة الأكاديمية دربها كثير بالمعهد العالي. كنت أبسط عم تتعامل معه كأطفال. أنا بيهمني الولد يتثقف، ولكن ما بيهمني كثير يروح لبريخت وسانسا فيسكي إيه. أنا بقدم له إياها بطريقة بجرعات مخففة ومبسطة لحتى يعرف كمان الثقافة المسرحية. يعني إذا أنا قلت له هون عندك بقعة، يعرف شو يعني بقعة ميزانسين، شو يعني ميزانسين، عندك هون مونوتون، يعرف شو يعني، ما يستغرب إذا حدا سأله من الضيوف الأساتذة من المعهد أو من أي مكان له علاقة بهذا المجال، يعرف تماماً وين رايح الطفل. فبالتالي كان عنا 6 شهور أعداد ممثل، وست شهور فتنا بالعرض وباللعبة، فتنا باللعبة اللي هي كانت هروب من حصة الرياضة، آسف إلى المستودع اللي كان هو عبارة عن في كتب، خليني أقول براميل، كان في كذا، وحبوا ينظفوا هذا المكان ويبلشوا من هون لعبتهم مسرح داخلي. حقيقة يعني مشكورين، اليوم عم تخلقوا جيل مثقف، جيل واعي، وطبعا هم يعني خلينا نقول فعلا هم مستقبل سوريا، مستقبل البلد. بترجع بتتعمر وبتزهروها، بتزرعوها ياسمين وبتقطفوا كل شيء بتحصد، يعني بتزرعوه وبتحصدوه. يعني اليوم عم نشوف نماذج جميلة جدا من ممثلين، من يعني كسرتوا هاي رهبة المسرح اللي ما حدا حقيقة بيطلع عليها أول مرة، إلا دائما بيكون هيك ستريس ومتجنش وخايف. اليوم قطعتوا هاي المرحلة سيدرا، وغلبوا أيضا يمكن خارجين بالمعهد العالي، ما قدروا بدون ما يزعلوا مننا تماما. أكيد في ناس حضرت من المعهد العالي، بالعكس هذا لازم يكون محفز في لقطة كانت مشجع. بتعمل لقطة بتروح باتجاه الجمهور مشان تحكي تماما. ألا أنا بالمعهد العالي ما شفت هذا. شكرا لإلك، نحن من ضمن صوتنا لصوتك بنشكر مشروع بكرة إلنا، وبنقول بكرة إلنا أكيد إن شاء الله. أهلا وسهلا. هلا ما بدي أذكر أسماء، بدي أذكر الكبار الفنانين ضيوف الشرف اللي كانوا معنا من لارا لديما لهزار، هن الحلم للصغار، لأنه هو حلم كان للصغار مشان يكون بكرة إلنا عن جد. وبدي أشكركم أنتم بشكل كتير خاص لأنه كنتم مواكبيننا بغض النظر عن ما في علاقات شخصية، بس أنتم كنتم فعلا حقيقيين معنا داخل المسرح كسوريا دراما، و
خارج المسرح. شكرا كثير. شكرا لك رجوى. شكرا لك. بتمنى لكم كل التوفيق. طبعا هلا لميس بدنا ننتقل لفقره دقيقه.